اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. هم الاخوان، هذه افتتاحيه ديال الخروفات اللي شريت احد المتتبعين من سوق الخميس. هو هذا الاخوان. هم الاخوان، نتمنى يعجبكم الفيديو ونتسنى الاخوان التعليق ديالكم. بالنسبه للمشاريع الاخوان، يعني غادي نشوفوها في بعض لي فيديو اللي غادي نحطو، يعني فاش كنا تنشري. والله يسخر الجميع. تحياتي لجميع الاخوان. بالنسبه للناس تتفرج فينا اول مره، ما تنساش تابونا معنا الاخوان، تفعل الجرس باش ان شاء الله ديما الجديد يطيح عندكم. اللهم يسر. حنا الاخوان راك صارجينا، نشوفوا هي هادي الخروفات تبارك الله. كيف السوق عبيد اليوم؟ ها؟ كاين شويه الثمن؟ ايوا كل شيء على الله. الخروف اش ديال الخروف؟ الخروف غالي. الخروف غالي. الخروفه؟ الخروفه شويه. المشرى هنا تقريبا من هنايا شحال تقريبا؟ 3000 3000 65. الله يسخر. هما هذو الاخوان. وان شاء الله الاخوان مازال غادي نوريكم فاش شريناهم، غنشدو بهم الطريق ان شاء الله. دابا الاخير نستنى واحد ديال تيفلت ويعلفها. اللهم يسر ويسخر الجميع. تحياتي لجميع الاخوان. ها؟ لا تقريبا. هذا يعطينا 9200. شحال قال لك البيع؟ قال لي 11000. 11000؟ 10000 يبيع. تقدر تشوف وشوف. هادي راه صغيرة اللي من هنا. هادي منين هاد الغلمة هادي؟ منين؟ القرية. القرية. ديال لانور. ديال لانور. الله يسخر. هما هادو صغارين شوية ولكن اللي مليه مزيانين. شحال فاش بقات؟ 6840 درهم، قطعة 400 درهم. هذا قطعة 350. 330. ما تخربوش ما تخربوش يا الحسن، غير خليه خليه يصدق سير لا يربحوا 75 الحسن. هذاك ما صافيش. لا يربحوا احسن لا يربحوا. راه دابا الرويضه السكور هذا واحد الفيت. اما داك الشيء حنا صاحبي لا ما صافي. بغينا 9000. يلا مرحبا. ها؟ عايش عايش. شحال غالي؟ شحال؟ يعني من عندك؟ من عندي. انا قلت لك عطاوني 92. 9200. 9200. الله يرفع المبيعات، الله يرفع 92. وريني وريني. 9000 بركه، غير 9000. واتمنى الله مريخه تنزل زخور تنتلاحق. 400 درهم عطيني انا. قطعه 450 درهم. اهلا. لاباس؟ كاينه 8000، كاينه
85 كاينه 75 الله يرحم الوالدين. لاباس عمي محا ها بدر تحياتي احفظك تحياتي سي بدر تبارك الله اللهم يسير ندير مشروع ديال القهوه الله يسخر ليه. المهم الاخوان السلعه هي هذه تبارك الله حنا وقفنا هنا هذا جبل بي نربط ليلى نشوفها كي دايره الحمد لله يعني كاين شويه اتساع تبارك الله راه سرجيني عليها 66 خروفة الله يسخر هنا الاخوان هنا واجدين في التوروت ديال مكناس ان شاء الله غادي نشدو مكناس ديريكت تيفلت اللهم يسر الله يسخر جميع الاخوان دعواتكم الاخوان غنم شويه مزيره ها غنم ضعيفه شويه مسكينه كامله ناسه مازال الاخوان ان شاء الله غنشاركوها معكم حتى نوصلوها عند الاخ يونس الله يسخر الجميع هنا الاخوان بعد ما خرجنا من لوتوروت الدخله ديال تيفلت هي هذه خاصنا نستناو السيد غادي يجي عندنا ان شاء الله باش نمشيو غادي نخرج الخروفات اللهم يسر الله يسخر هنا الاخوان الحراره بزاف سيفه مسكينه تكرفصات الله يدير خير صح الاخوان بعد ما تسنينا السيد جاء ان شاء الله دابا غادي نتواجهوا للكوري الكوري كان قال لي انه واحد يلا عين جوره عين جوره هذا الاخوان هنا الطريق ديال سيدي بوخفال صراحه الاخوان هذه ثاني مره تندوز من الطريق هذه كنت ساعه قبل العيد جبتي خرفان هنايا السي خالد تحياتي ليه من هذا المنبر هذا الله يسخر الجميع صراحة واخا درت معاه لافوت ولكن راه مسامح كريم راه تاهو راه عارف لي كاين الله يسمح لينا صح لافوت الاخوان اللي درت معاه هو انني كنت كنبغى شي خروف فرطاس صراحة ما كانتش بانت شي حاجة في ديك لابيريود اللي كنا خاوي الوقت وفي التالي زيرة هاد الوقت وهادشي اللي كاين المهم هي هادي الطريق تحياتي للسي خالد من هاد المنبر هذا الله يسامح علينا سي خالد والحمد لله راه متتبع وفي
يعني هذه ثاني مره ندوزنا الطريق هذه. وفي المتتبعين الحمد لله الناس اللي تيديروا فينا الثقه، يعني زرنا بلاد الحمد لله ودخلنا بلايص ما عمري وصلت وما عمري كنحلم انني نوصلهم. اللهم يسير الاخوان ان شاء الله. دابا لا فيديو ان شاء الله حتى نوصلوا باش نخرجوا الخفان الخروفات ونوريهم. اللهم يسير. الزاد اسيدي البيكون الزاد الحمد لله تبارك الله راه وصلت تبارك الله وصلت في امان الله وحفظه. الله يسخر جميع الاخوان خرفتهم هادو. الحمد لله الاخوان بالثقه ديالكم ان شاء الله غادي نزيدوا لقدام. اللهم يسر. تحياتي لجميع الاخوان. كاين الاخوان بعض الناس غيسولوا على حساب الاثمنه. اثمنه الاخوان هنايا كاين شي وحدين، كاين 65، كاين 68، 325 درهم، 340 درهم، وكاين الاخوان 450 درهم. اللهم يسر. الله يسخر جميع الاخوان. تحياتي لكم. بالنسبه للاخوان هذه هي البركه اللي كنا شرينا معها نهار 3. الله يسخر ان شاء الله غادي يدخلها للعلف من هنا واحد شهرين ونص ولا لا سخر الله توجد ديك الساعه ان شاء الله. مرحبا نقول نصيرها لا سخر الله. تبارك الله. اللهم يسير.